مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب، ضمن تحديات وانطلاقات، تحديات سن اللقاية. وينطلق شوطنا السادس عشر لفئة الجعدان المهجنات الأصايل لمسافتنا هي الأربعة كيلومترات. ننطلق مع المركز الأول ليجد طلوع، يطلع مع المركز الأول هناك السعيد بن مايد بن سالم الاكتبي مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني هملول علي بن سالم بن علي الاكتبي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول والقدوم من قبل القادم، هناك القادم شعار بن قحيد مع ملازم محمد بن راشد بن قحيد المهي قادم بهذه اللحظات، وأيضا الوصول والانطلاق والقدوم بهذا الانطلاق المميز مكرم علي بن سلطان بن علي بن الهناوي الاكتبي قادم بهذا الأداء المميز. المركز الخامس من الجانب الأيمن شباب سالم بن محمد بن ضبيعة يأتي مع شباب مع المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل الواصل هنا متعب يحيى بن صير بن قنود بن إرادة الاكتبي، وأيضا الوصول من الواضح القادم هناك سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي قادم بهذا الانطلاق المميز. وأيضا هناك الوصول والانطلاق من قبل بحر عبيد بن ثاني بن عبيد بالكديدة الفلاسي قادم على المركز الثامن. المركز التاسع يصل شاهين حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، والوصول أيضا والقدوم من مخلاب منصور بن محمد بن سهيل الحميري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن عودتنا لك يا بالهناوي مع المركز الأول مكرم علي بن سلطان بن علي بالهناوي الاكتبي يتقدم بهذا الانطلاق المميز وبهذا الأداء الرائع الذي يحمل انطلاقات وتحديات المركز الأول. لكن الواضح سعيد بن خليفة بن رشيد السويتي بإنجازاته وبسجلاته الحافل الواضح بدأ يغير إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني متعب يحيى بن صغير بن قنون بن يراته يأتي على المركز الثاني لينطلق بهذا الأداء. المركز الثالث ليغير على المركز مخلاب منصور بن محمد بن سهيل الحميري، ورابع المراكز يأتينا بهذا الانطلاق يأتينا هو مكرم علي بن سلطان بن علي هناك الاكتبي بالهناوي الاكتبي. والمركز الخامس شاهين خلافة بن راشد النايلي الشامسي قادم مع شاهين، والمركز هناك المركز السادس وبالفعل الوصول مع انطلاقة شباب سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، عوده الى الواضح، عوده الى الواضح، أوضحت الأمور، أوضحت الأمور حتى هذه اللحظات مع انطلاقة الواضح. هنا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي أهل جميرة بالفعل حاضرين بهذا الانطلاق المميز، ومع التحدي وعاشق السلالة الشهنية يأتي على صدارة هذا الشوط مع الواضح، مع الواضح، مع انطلاقة الواضح. ولكن بالهناوي أهل الهباب قادمين على المركز الثاني مع مكرم علي بن سلطان بن علي بالهناوي الاكتبي. المركز الثالث متعب يحيى بن الصغير بن قنون بن يراد الاكتبي. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات بهذا الانطلاق الممتاز، بهذا الانطلاق الرائع والجميل. واقتربنا، اقتربنا من لائحة الكيلو، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير. وايضا بالهناوي بدا يغير مع مكرم علي بن سلطان بن علي بالهناوي الاكتبي، والواضع المركز الثاني. وايضا ظبيان، ظبيان قادم سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي قادم. هنا راشد بن سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي على المركز الثاني والثالث، نعم مع ظبيان، والاسماء قادمه. ولكن بالهناوي، بالهناوي على الفوز راوي، على الفوز راوي، وبن رشيد وبن دلاوي في هذه اللحظات
ولكن مكرم 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 راح مع المركز الاول علي بن سلطان بالهناوي والواضح غاتم سعيد بن خليفه بن رشيد غاتم على المركز الثاني. اللحظات الاخيره وظبيان راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي اللحظات الاخيره اللحظات الحاسمه ولكن بالهناوي بالهناوي هنا مكرم وبن رشيد مع الواضح وظبيان اللحظات الاخيره اللحظات المثيره بالهناوي بن رشيد بن دليوي بن دليوي اللحظات المثيره اللحظات المميزه. الله 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 هناك من الجانب الايمن مكرم وظبيان غاتم راشد بن سعيد بن دليوي غاتم على المركز الثاني مع ظبيان ومكرم بالهناوي بالهناوي بن دليوي اللحظات الاخيره اللحظات المثيره ولكن بالهناوي بالهناوي وبن دليوي دخول جماعي ما بين شعار بن دليوي والشعار بن هناوي يحتل المركز الثالث الواضح سعيد بن خليفه بن رشيد والمركز الثالث هناك الشارد ابراهيم بن عبد بن دعيفيس الوهيبي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام تابعنا هذه اللحظات الاخيره التي كانت بين هناك ظبيان لراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي ومكرم العلي بن سلطان بن علي بن هناوي. بعد لحظات سوف نوافيكم بالفايز بالمركز الاول. تهانينا والناموس لمالك مكرم علي بن سلطان بالهناوي ليحتل المركز الاول بعد ايضا القرار وايضا كاميرا خط النهايه. تاتي بمكرم الفايز بالمركز الاول علي بن سلطان بالهناوي لكتبي بتوقيت غدره 6:16. تهانينا لك يا بالهناوي ليحتل المركز الثاني ظبيان راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.